السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كما كتشوفوا الشتاء تبارك الله ما شاء الله. بغيت نتقاسم معكم هذه اللحظه باش نقول لكم واحد الحاجه اللي هي اللي بغيتي شي حاجه ينوض يديرها. كما كتشوفوا الشتاء وقت ما خرجت من الحظ ديالي انني كنخرج كنلقى كتجي الشتاء بحال هكا. الشتاء مباركه والحمد لله، هذا من الحظ ديالي ومن الزهر ديالي وانا فخور به الحمد لله. اللي بغيتي شي حاجه كينوض يديرها، واللي ما بغيش يدير شي حاجه ولا بغى يلقى الف الاعذار. مثال باش ما نطولش، بغيتي تنطريني الخريف غتقول كاين نهار قصير وكاين الاكتئاب وما كاينش الضوء بزاف. الشتاء كاين الشتاء وغنفزك وغيجيني البرد وكلشي. الربيع كاين الحساسيه، كاين حبوب اللقاح. الصيف ما كنعسوش بكري والنهار فيه الحراره وكلشي، يعني ديما كاين الاف الاعذار. هادو افكار معيقه كتعيقك على انك تحقق داكشي اللي بغيتي. الا بغيتي تنوض شي حاجه ولا بدا عندك بزاف الحوايج ما دير من غير السبور، يعني مشاريع ديالك ممتاز، بحث ديالك، شي خدمة ديالك، بغيتي تنوض تصاوب السي في، بغيتي تنوض تفرج داك الفيلم اللي متفرجتيش فيه، بغيتي تخرج مع الزوجة ديالك ولا الصديق ديالك ولا الصديقة ديالك، بغيتي دير واحد العمل ديالك تنوض ديرو، مابقاش تقلب على الأعذار. هادوك أفكار معيقة وأفكار اللي كتحد من الطموحات ديالك وكتحد من الأمل ديالك، لأن العقل ديالك كيلعب عليك باش يبقى في منطقة الراحة. منطقة الراحة اللي هي العقل ديما كيقلب أنه يريحك وأنك تكون تحافظ على الطاقة. وقد ما حافظتي على الطاقة ديالك وما وجهتيهاش قد ما كتبدا تعيا، لان في الحركه بركه، في الحركه رزق، في الحركه الصحه، وفي الحركه الجسم ديالك. كاين واحد لاوا دلوغميز، لاوا دلوغميز كتقول لك في اي حاجه كنتعرضوا ليها اللي ما كتفوتش الحد ديال قدره الاستحمال ديالنا كتقوينا، يعني لونطريمون لما فاتش الحد ديالها كتقويك وكتعطيك الصحه. لذلك نوض 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 دابا، نوض تريني، نوض جري، نوض تمشى، لبس مزيان، ما تخرجش كاع في هذا الشتاء، خرج في العشيه، مي تهلا في راسك، دير داك لو جون انترميتون اللي كنتي كتقول علاش ما غنديروش، علاش انا لا، علاش انا نديرو، انا خرجت انا نتريني. الناس في اوروبا كيترينيو في الثلج وفي البرد وكلشي، وعلاش حنا؟ علاش حنا ما نترينيوش؟ لذلك كنتمنى لكم صباح مبروك، وانا وقفت سبيسيال خاصه باش ندير لكم هذا الفيديو، لان كنترينيو وانا فازك هذه الفزكه هذه، ونتقاسم معكم هذه اللحظات هذه. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، لا عجبكم بارطاجيو، قولوا لي التعليقات ديالكم، كتبوا لي تحت تما شنو رايكم في هذا الشيء اللي قلت. اللي موافق مرحبا، واللي ما موافقش مرحبا كذلك، نتعلموا منه. لذلك نهاركم مبروك، وكنتمنى لكم يوم جيد، اسبوع جيد، شهر جيد، ونحن مقبلين على شهر بداد سان فالنتا. بروني سوان دو، السلام عليكم.